اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا سعادة الباشا، انا كلمتك من حوالي شهر ونص علشان اصرف العزيزه مركز المنزله ده اهليه، ولحد دلوقتي ما عملولناش اي حاجه. وصلت كتبت شكوى ورحت للمحافظ واتصلت على رقم تليفون المحافظ وحدد لي ميعاد يوم 14 عشان في اليوم المفتوح. مدير المكتب رفض يدخلني نهائي، واتصل على وكيل الوزاره ورحت لوكيل الوزاره وحول لي للاداره الزراعيه ثاني في المنزله. هي كانت المشكله ايه يا حاج ده بالراحه؟ المشكله كانت الصرف العمومي، الصرف العمومي بتاع العزيزه. طب بقول لك ايه، استنى ما تكملش علشان انا عايزك هتشرح الموضوع كله للسيد وكيل الوزاره على التليفون. انا برحب بيه الاول مهندس محمد المنسي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الدقهليه. اهلا بحضرتك يا فندم. سمعتك يا سيد. اهلا بيك يا فندم. انا سامع بيه. كل سنه وحضرتك طيب. أيوه. انا معايا مشكله بس عايز استاذن حضرتك تسمعها معايا من الاول نسمعها سوا. يا حاج محمد. معاك يا باشا. اتفضل قول لي كده المشكله. المهندس محمد المنسي سامعنا، احكي لي من الاول كده ايه المشكله. المشكلة ان احنا في صرف العزيزة مرتفع المية فيه ودخلت الارض الزراعية من الصرف المغطي. ورحت بالشكوى للباشمهندس محمد المنسي ورحت للمنصورة. وحولني للادارة الزراعية تاني في المنزلة. الكلام ده يوم 14. طب انا دلوقتي عايز اسال سؤال، ليه ما رحتش للصرف؟ لان دي مشكله متعلقه بالصرف. لا يعني دي في وزاره الري مش وزاره الزراعه. اتصلت بالباشمهندس محمد سلام وقال لي حاضر. طيب خليك معايا يا حاج محمد. مهندس محمد، طبعا المشكله دي متعلقه كده بالري. بس أذن حضرتك يعني تنسق له بس مع المهندس محمد المنسي علشان يعني هو كل قصته صرف، الميه بترجع في الصرف ده بتغرق الارض عنده، والراجل راح المحافظه ورجع من المحافظه تاني على الاداره الزراعيه وهو مش قادر بامكانياته هو ان هو يوصل لحل. معايا يا باشمهندس؟ سامعك يا زلمه. بيه سامعك. نساعده ازاي؟ ايوه انا معاك. اولا هي مشكله اي حاجه تخص الارض الزراعيه فهي مشكلتي، تمام، واخد بال سعادتك، وانا مسؤول عن حلها. وهو جاني وانا حولته على الاداره الزراعيه على اساس ان هو يشوف لي المصرف ده رقمه كام علشان نبدا نتعامل معاه من خلال السيد المهندس محمد سلام وكيل وزاره الري. تمام، واخد بال سعادتك. وانا بقوله دلوقتي على الهواء سعادتك، انا مش هسيب الموضوع لان انا مش عمليه الصرف تبعي او مش تبعي، انا مسؤول عن اي حاجه لانها تضر الارض الزراعيه. دي شجاعه من حضرتك بصراحه وتحمل المسؤوليه وعلى الهواء. لا يا فندم، بتقول له فندم انا مسؤول عن اي مشكله تخص مزارع الدقهليه. تمام، وفي تنسيق دايما بيني وبين المهندس محمد سلام وكيل وزاره الري، وان شاء الله باذن الله هو لو جالي لو اتصل الاسبوع الجاي ان شاء الله هقول لك ان المشكله اتحلت. هو مش هيجي تاني يعني. انا عايز نعذر الناس والله، يعني انت خلي بالك السفر حتى بيكلفهم وبيبعد عن ارضه. حضرتك دلوقتي عندك البيانات كامله ومشكوره ان انت بتتابع مع المهندس محمد سلام. على الاسبوع القادم انا هكلم حضرتك نطمن ايه اللي حصل. تمام يا باشا. ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سامح لو سمحت، انا اتمنى ان الباشمهندس محمد منسي يسمعني. طب يا باشمهندس محمد اسمعنا يا حاج محمد لحظه. باشمهندس محمد، نعم، هو بيتمنى ان يعني حضرتك تسمعه واحنا هنسمعه. اتفضل يا حاج محمد. سامعه يا فندم. طيب اتفضل. اتفضل يا حاج محمد. باشمهندس محمد، لما انت حولت من الباشمهندس كمال عطا الله، الراجل كتر خيره عمل لجنه وقامت اللجنه. كمل على طول. 300 فدان اتدمروا. طيب يا حاج محمد، ما احنا خلاص احنا الكلام ده بنقول لك ان المهندس محمد المنسي هو هيتابعها لك مع المهندس محمد سلام في بدايه الاسبوع القادم تكون اتحلت. يعني خلاص النهارده الخميس، على اوائل الاسبوع القادم انا هكلمه على الهواء وهجيب حضرتك تاني رقمك معانا نعرف اتحلت ولا لا. خلاص، بشكرك يا حاج محمد. الحاج محمد من الدقهليه. سعادتك سامح بيه. محمد بيه حضرتك يعني مشكورا، انا هتابع معاك الاسبوع القادم وانا عارف ان انت هتتحرك في الاتجاه ده. عايز بس اسال على نقطه تانيه.
مصانع بنجر السكر عندنا بتشتغل ازاي مع الناس؟ من خلال تعاقدات. تمام. من خلال تعاقدات تتم مع المزارعين، واحنا في عندنا مندوبين عندنا من الزراعه بيكونوا موجودين في المصنع لمواجهه اي مشاكل بتواجه المورد. طب هم في نقطتين الناس بتسال عليهم بقالهم فتره. النقطه الاولى تمام. ليه ما بياخدوش صوره من العقد؟ النقطه الثانيه على اي اساس بيتم تحديد سعر بنجر السكر؟ تمام يا فندم. ايوه. اولا هو من حقه ياخد صوره من العقد. ايوه. واحنا هنا في الدقهليه بنديهم صوره من العقد يا فندم. ايوه. لان العقود دي بتتم عن طريق مناديب عندنا بيكون موجودين مع مناديب المصانع مع المزارع. تمام. يبقى العقد خلاص انتهينا منه، على اي اساس الراجل بيروح بمقطوره العربيه الاولى بتتحاسب بسعر والثانيه بتتحاسب بسعر ثاني؟ تمام تمام تمام، دي فعلا مشكله. ايه السبب؟ انا اقول لحضرتك دي بتبقى على اساس العينه اللي بتتسحب وبتحدد فيها نسبه السكر ونسبه الشوائب في الضالونه. ايوه تمام. دي بتتحلل عندهم عن طريق المعمل المركزي اللي موجود عندهم. ايوه. وبالمناسبه انا في الموسم اللي فات في توريد البنجر، ايوه، انا كنت بحرص بنفسي ان انا كنت بكون موجود وحاضر، لان انا قلت لهم الارض بتبقى ارض واحده وبتاخد منها 7-8 عربيات من نفس الارض. أيوه. عربيه بتاخد كل عربيه بسعر مثلا. ايوه. وعربيه بتاخد 18 وعربيه بتاخد 21، ازاي بتتم الاليه دي؟ واخد بال سعادتك؟ ردوا قالوا ايه؟ لا يا فندم، لا لا لا، انا بحل المشكله فورا. ايوه. السعر واحد. وفي مناديب بتاخد سعر واحد. تمام. ده طبعا احنا هنتابعه على اكتر من محافظه، يعني ممكن الدقهليه حضرتك متابع المنظومه دي، في محافظات اخرى محتاجين ان احنا نستفسر، فده هيتم واحنا هنيجي ان شاء الله نزور حضرتك قريب برضو. يا فندم تشرفونا، يعني تشرفونا في الدقهليه، واحنا دلوقتي الحمد لله في موسم القمح وعندنا دلوقتي الحقول الارشاديه بدات تتزرع، وعلى ما انا كنت النهارده جاي من كرنس لسه جاي داخل دلوقتي وحاضر زراعه القمح على مصاطب بالسطلات وحاجه جميله. ربنا يوفقك، وانا عارف المجهود اللي بيتم عندكم في الدقهليه، وان شاء الله هنيجي لحضرتك قريب. بشكرك المهندس محمد المنسي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الدقهليه. لسه مكملين معكم الزراعه مباشر ولكن بعد هذا الفصل.